تحديث كده سريع معلش في موضوع الدولار بقى ب 32 جنيه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الدولار يا جماعة النهاردة الصبح بدري على صدري المصريين كده أخذ الجنيه ورا مصنع الكراسي، وحصل حاجات مش لطيفة خالص، مش لطيفة، حاجات توريك حجم الإنجازات التي تحدث في مصر. يعني مصر بيحدث فيها إنجازات غير مسبوقة. والدولار يا جماعة أنا بسجل لك الفيديو ده الساعة 12 بتوقيت القاهرة، الدولار بقى ب 30 جنيه. يعني ممكن بعد ما خلص تسجيل الفيديو يعدي ال 30 و 31 وكده. يعني وده يوريك قد ايه حجم الانجازات اللي مصر بتعملها. عشان كده تلاقي المواطن اللي بيأيد السيسي عنده فخر واعزاز بتأييد السيسي. ليه؟ بيحقق انجازات رهيبة لاسرائيل، تمام؟ عنده فخر واعزاز بدعم السيسي. ليه بقى؟ عشان عمل له كباري، عمل له كباري. لو كان عمل له مصانع وشركات والمصانع دي شغلت الشباب والبطالة قلت وكانت طلعت انتاج، والانتاج ده صدرناه، كان اللي صدرناه ده جاب دولار، كان الدولار يزيد في مصر. لما الدولار زيادة عندنا الجنيه قيمته تعلى، لان بقى عندنا دولار كتير، انما احنا ما عندناش دولارات اصلا، ما عندناش اصلا دولارات. فبالتالي الدولار اللي معروض من الدولار شويه صغيره قد كده، فحصل اللي حصل قدام الجنيه زي ما انتم شايفين. وده تنفيذا لتعليمات صندوق النقد اللي ادى مصر شريحه اولى من القرض 347 مليون دولار، واخد في نفس اللحظه 319 مليون دولار قروض سابقه، فوائد قروض سابقه، اقساط فوائد قروض سابقه. يعني كل اللي خدناه 29 ولا 30 مليون دولار ما يدخلوش علف من الموانئ يكفي الدواجن في مصر اسبوع واحد. 30 مليون دولار اللي اتبقى من صندوق النقد الدولي او اللي صندوق اداهم لنا وقال لك الباقي والله عليك فلوس قبل كده يا ابن عمي فانا خصمتها خلاص. فاحنا النهارده بنعيش اللي انتم شايفينه ده عشان خاطر الصندوق، الصندوق الذي ما دخل قريه الا افسدها وجعل اعزه اهلها اذله، صندوق النقد الدولي. شوفوا عمل ايه في الارجنتين، شوفوا عمل ايه في اي دوله دخلها صندوق النقد الدولي. يعني ازازه الزيت يا فندم اللي حضرتك بتجيبيها دلوقتي ب 65 جنيه او ب 70 جنيه وحضرتك زعلان هتبقى ب 85 جنيه وب 80 جنيه. كيلو الرز هيغلى، السكر هيغلى، الزيت هيغلى تاني، الفراخ اللي احنا عاملينها مقاطعه والحمد لله رب العالمين الحمله فشلت. احنا عاملين مقاطعه ليه للفراخ؟ علشان خاطر غليت. طب ما كل انواع الفراخ غليت علشان خاطر العلف غلي، عشان ما فيش دولار ندخل العلف من الموانئ. فكل الاسعار طبعا هتغلى تاني للاسف الشديد، وده علشان خاطر انجازات السيد الرئيس الزعيم المشير الفريق طبيب الركن الفيلسوف عبد الفتاح السيسي. شوف اهو، علشان الساده المواطنين انصار الزعيم السيسي اللي بيخش في الكومنتات اقول لهم حجوني، تعالوا كده بحجه نقعد ونطلع لايف مع بعض ونتكلم، وان انت تتكلم عن انجازات السيسي وده حقك، وانا اتكلم عن الاخفاقات الاقتصاديه اللي حصلت في البلاد وده حقي. تعال نتكلم بالعقل والمنطق. لا لا لا، هو لا عنده عقل اصلا لم ينعم الله عليه بهذه النعمه، ولا عنده منطق، فبيخشش غير بس ايه يقول لك امك وابوك ووجدتك ويا ابن ويا ام، هو لا يفقه الا ذلك. يقول لك مش عارف يا خروف، وهو معروف جدا الخروف. الخروف يا جماعه، الخروف هو اللي يفرط في ارضه، في نيله، في اقتصاد بلده. فقه الاولويات ايه؟ ان في حاجه اسمها اولى ثم اولى. الاولى جيب الاكل لاسرتك، ثم بعد ذلك لما يمن الله عليك عيش الرفاهيه بقى وجيب شاشه عرض يا عم الحاج 900 بوصه، اعمل بيتك كله عباره عن شاشه عرض، تمام؟ انما انت مش لاقي، ما بتصنعش، ما بتتاجرش، ما بتزرعش، ما بتعملش اي حاجه غير انك عايش عاله على الشحاته والقروض، تمام؟ في خلاص جبت شحاته وقروض، اعمل بها مصانع، اعمل بها شركات. لا، ما عملش كده. فطبعا عشان كده انتوا شايفين الاقتصاد العظيم والتطور والنهضة الاقتصادية التي تعيشها مصر. في فيديوهات سابقة ارجوكوا ارجعوا لها، قلت لكم الجنيه لن ينتهي شهر يناير حتى يكسر حاجز ال 30 في البنك المركزي، وانا بقولها لكم للاسف الشديد الجنيه الدولار هيوصل ل 40 جنيه. مفيش امام عبد الفتاح السيسي مفر تماما غير ان يخلي الجنيه بسعره الحقيقي، والسعر الحقيقي له دلوقتي فوق ال 50 جنيه. يعني السعر الحقيقي للجنيه امام الدولار فوق ال 50 جنيه، لان المعروض من الدولار قليل جدا، والموجود من الجنيه الحمد لله رب العالمين. السيسي كل يوم شغال طباعه على ودنه، طباعه طبع شغال ما لا يتوقف. فالمقصد اديكم انتوا شفتوا الوضع الاقتصادي اللطيف الظريف اللي مصر بتعيشه مع عبد الفتاح السيسي. سلام عليكم.